زياد معك نتابع ننقل تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي تحدث فيها أنهم يستعدون للمراحل التالية من العملية في لبنان ما هي الإيضاحات في هذه النقطة وأيضا أسألك من الجانب الإسرائيلي هل في تأكيدات على قتل علي كركي بما أنه أعلام حزب الله كما تقول رمي ما زال ينفي حتى الساعه لا يوجد تاكيد رسمي لاغتيال كاركي ولكن ربما في خلال الساعات المقبله نسمع شيئا كهذا فيما يتصل بالمواقف الاسرائيليه بدون ادنى شك حتى نتنياهو في جلسه مغلقه قبل بعض الوقت يقول ان الجميع من قاده حزب الله هم يعتبرون هدفا للجيش الاسرائيلي للاغتيال رئيس الاركان الاسرائيلي كما وزير الدفاع قال ان اسرائيل تقوم عمليا بتدمير القدرات التي بناها حزب الله في العشرين عاما الأخيرة في لبنان وأن الجيش عمليا شن ألف ومئة غارة منذ ساعات الصباح على أهداف في لبنان من خلال مشاركة مئات المقاتلات الإسرائيلية على المقلب الآخر قبل حوالي نصف ساعة من الآن كان هناك رشقة صاروخية وصلت هي كانت الأقرب إلى حيفا حقيقة رأينا عمليات الاعتراض من فوقنا في هذه المنطقة عمليا الاستهدافات هي للمجمعات العسكريه في محيط حيفا في منطقه ضواحي حيفا كريات بيالك وتلك المناطق القريبه من هذه النقطه بالاضافه الى ذلك 25 صاروخا سقطت في قواعد عسكريه او بالقرب من قواعد عسكريه في الجولان المحتل.